شعبان شعبان ايه يا متولي؟ انت عملت ايه يا شعبان؟ عملت ايه في ايه؟ وكيل الاصلاح مزعبب ولا هدول الواد شعبان؟ وايه اللي زعببه؟ انت بتسالني؟ العلم عند الله. ده مسك دفتر قباني من هيني ولا هدول الواد شعبان من هيني؟ تعال معايا. اتفضل. انت متحول التحقيق يا سيد وهيتقسم منك نص شهر. ليه بس يا بيه؟ البهايم خاسه. وانا مالي؟ هو انا كنت باكل اكل ايه؟ انا ماليش دعوه. الابادي بيقول كده وانت مسؤوليتك الباقيه. طب مش لما تيجوا تثبتوني الاول تبقوا تخصموا مني؟ ده انا موظف زهرات يا بيه. الله بلاش غلبه بقى. لما البند في الميزانيه يسمح هتثبتك. 4 سنين والبند لسه ما سمحش. اوه انت هتقلب دماغي بقى. اتفضل يا سيدي روح شغلك. اللي بيحصل ده ظلم. كل يوم والتاني يخصموا مني. عايزين نصرف على الاصلاح الزراعي من ماهيتي اهو. شعبان مين؟ ابويا عبد الواد. اهلا اهلا اهلا. سلام عليك. تعالى. شاي ولا؟ مفيش داعي. مفيش داعي ولا؟ مجلس العيله عايزك لامر مهم جدا. عيله مين؟ عيلتنا. ما انا ما اقدرش اخرج دلوقتي يا سعاده البيت. بس تعالى معايا. دي فيها 4 ايام خاص الماهيه تروح كده. ولا يهمك. تعالى بس. خلاص فهمت. ها قلت ايه؟ ما تتكلم يا ابني. قلت ايه؟ ورحمه الغطري في ماني فاهم حاجه. انا عايزك تقول لي الكلام من الاول عشان انا فاهمه تقيل شويه. هتقف قدام الموثق هيقول لك انت فريد تقول له اه والباقي علينا احنا. اقول له اه والباقي عليكم انتم؟ كل حاجه معمول حسابها بمنتهى الدقه. انت مش كنت بتدور على 2000 جنيه؟ خلاص هتاخدهم وتتجوز خطيبتك وتعيشوا في تبات ونبات وتخلفوا صبيان وبنات. وبدل ما فلوس الغطرفي بيه اللي كسبها بعرق جبينه وتروح تستنى في العيل. طب هو يعني المبلغ كام؟ انت مالك بقى؟ انا مالي ازاي؟ مش انا اللي هستلمها؟ مش انا اللي هورثها؟ افرض يا ابني اي مبلغ. انت مالك؟ انت هتاخد ال 2000 جنيه الباقي مالكش دعوه بيه. ده فلوسنا احنا بقى. ايوه بس كام يعني المبلغ؟ وانت مالك يا اخي؟ يا سيدي ريحه وقول له المبلغ 6 يا شعبان. 6000 جنيه؟ لا 6 مليون. هو قال كام؟ 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون. وعايزين تدوني 2000 جنيه لا لا يا عبد الجواد لازم تزودهم شوية. خلاص خليهم 3000 ولا أقول لك 4. لا يا شيخ 4 ده كتير قوي. شوفوا يا أخواني أنا هلعب معاكم اللعبة دي بس آخد نص الورث. انت مجنون؟ لا حرام. وانتوا كمان حرامية. ومن حضر القسمة فليقتسم. لا يفتح الله. يلا ورينا عرض كتافك. خدتكم بعافية. سلام عليكم. تعالى رايح فين؟ سيبيه خليه يغور في 60 داهية. نسيبه ازاي بعد ما عارف سرنا؟ لك حق. هنديلك 10000 جنيه. النص. خليهم 20000. النص. يا ابني ورانا مصاريف كتيرة. النص. طب خليهم 50. النص. لا غور في 60 داهية بقى. هو ايه اللي يغور في 60 داهية؟ هو احنا قدامنا حل تاني غيره؟ اجري هاته ما تضيعوش. يا ابني احنا 4 وانت 1 نفرق بالعدل. النص. طب خليها التلت. النص. موافقين؟ ده انت طلعت داهية.